معقولة ماكو مبروك على سيارتك الجديدة؟ سيارة يعني مواصفات فول 2024. هسه راح اشوف لكم كيا. السيارة بصراحة كلش حلوة. تعالوا شوفوا، خلينا نشوف سوا. اول شيء خلينا نشوف الصندوق، لانه السيارة كهربائية وبنفس الوقت يعني هيبريد، فتقدر تشحن وبنفس الوقت على البنزين. هاي الصندوق مالته يعني اشوفه مو كلش كبيره بس معقوله، يعني اشوفها زين. خلينا نشوف هنا، شو رايكم باللون؟ شوفنا طبعا هاي ناجلت، بس بصراحه كلش كومفورت. هنا تقعد، سياره مريحه جدا، وعندك هنا مسافه. شوف الداشبورد مالته، شوف شوف شوف، اكثر شيء عجبني بالسياره هو الداشبورد، يعني عبالك الداشبورد مال المرسيدس. شوف هاي التصميم مالته، شوف انا واخوي راح نطلع نسوي فره، وهسه راح اقول لكم السياره الي لو مو الي، راح احكي لكم القصه. يعني قبل ما تقولون هذا مشتريه من ارباح اليوتيوب او من غير شيء، هسه راح احكي لكم القصه. طبعا الشيء الحلو من تخلي الموبايل هنا تشحن، انا واخوي طلعنا نفتر شوية. هذا موديل 2024 مثل ما تشوفون، الشهر السادس. هذا كيا سبورتاج، وهسه توكلنا. طبعا مثل ما قلت هذا كيا سبورتاج، يعني سيارة اكيد السعرة تبدا من 40,000 وفما فوق. عندك هنا اليو اس بي، شحن ايفون، يعني كل شيء بيها. التصميم مالته حلو، بس اسوي مثلا هذا البينكر، خلينا نشوف شوف من تخلي هاي انه انت رايح على اليمين يطلع الكاميرا مثل ما تشوفون. يعني بصراحه مواصفاتها كلش حلوه. وهذا هم يفتح، شفتوا هذا اللي يحب الصيف يفتح، يفتح كلش حلو. اي شباب، طبعا اكو ناس يعني عبالهم انه يمكن اني صدق مشتري السياره من ارباح اليوتيوب. ترى شباب اليوتيوب لازم تكون عندك ملايين المتابعين وملايين المشاهدات على كل فيديو حتى تقدر تعتمد على اليوتيوب. تعرفون اني اللي يعرفني ويتابعني من زمان، انا اشتغل 5 ايام بشركه فولفو وما معتمد على ارباح اليوتيوب. يعني ارباح يوتيوب اني تعرفون مشاهداتي يعني 2000 3000 اكثر شيء 10,000. يعني انتم تعرفون اصلا قناتي مظلوم، والمفروض من زمان انا واصل فوق 100,000، بس ماكو حظ شو اسوي. المهم مستمرين، واني اعتبر اليوتيوب كهوايه، يعني احب اصور، احب اوثق من اطلع، حتى لو المشاهدات يبقى صفر راح اظل اصور. بس السياره مو لي، السياره جايبه هيك بس اجرب اشوف، يمكن بالمستقبل اشتري، لانه تعرفون يعني سيارتي صارت قديمة ويمكن اجيبها بالاقساط يعني بعد فترة. خلينا نشوف شنو راح يصير. قبل كم يوم جبت تويوتا راف 4، عجبني كلش، وهذا كيا. شوف الفرق بيناتهم، جايبة تجربة، يعني عندي ساعة وقت افتر بيها بلاش، يعني ساعة تقريبا توني مجال اسوق بيها واشوف المواصفات، شوف سيارة شلون، وارجع للشركة. هاي الشركة الكيا، أخذت من هذا المكان، وبعدين راح أرجع السيارة إلى الجراج. هاي أهم من التصميم مالته، أنا أشوفه أحلى من تويوتا مو؟ إيه. شوف هنا الشاشة، شوف عبالك المرسيدس. هاي هنا تقدر تتحكم مثلا تخلي على هيبريد أو مثلا فول كهرباء. بس ان شاء الله بالمستقبل يعني اشتريها، ليش لا؟ واحد على اقساط يقدر مثلا يدفع بالشهر 300 يورو، يعني مبلغ معقول. اليوم الجو مثل ما تشوفون مغيم، يعني اعتباره من اليوم مطر، طبعا يوم الجمعه اليوم ما اشتغل. شفنا الشاشه تقدر تتحكم بها، يعني بها يعني كامل المواصفات. تخلي موبايل عليها الكار بلاي مو، تخلي يعني اليوتيوب هنا وتشوف مباراه مثلا. فهسه جاي نفطر بيها نشوف شلون السياقه مالتها. انا قبل شويه سقت بصراحه كلش عجبني. هاي الباص مال المدرسه اعتقد.
طبعا اسعار هيك سيارات تبدا من 40,000 وفما فوق، يعني حسب المواصفات اللي انت راح تختارها. ف سياره يعني انا اشوفها الصراحه اسعارها حلوه، واحد عنده فلوس يشتريها ليش لا. سياره مريحه بها ضمان 7 سنوات، يعني تطلع بيها وما عندك مثلا شك انه راح يصير بيها عطل. واحد ما يعرف يعني يمكن يصير بيها عطل، بس احنا هنا باوروبا عندنا التامين يعني حتى لا سامح الله اذا صار شيء بالسياره بالطريق يجون يساعدوك او ينطوك سياره بديل، يعني ينطوك غير سياره. ف امورك تمام ان شاء الله. راح اشوف انتم شنو رايكم الفرق بين تويوتا وكيا، يا هو احسن اكتبونا بالتعليقات. التويوتا الصندوق مالتها اكبر، يعني مثلا من تقدر تخلي شناطي تقدر تخليها اكثر، هذا شوي يعني مثلا اصغر، بس الفرق انه الداشبورد او الداخليه مال السياره مال كيا احلى. التويوتا عنده 10 سنوات ضمان من تشتريها، هذا عنده 7 سنوات. طبعا تقدر تتحكم منها مثلا التدفئه مال ستيرن، يعني مال السياره كلها، حتى الستيرن مالته عنده تدفئه مو اي. وهاي بعد الشغلات الاخرى هنا تقدر تتحكم بالجير. حلوه، خلينا نشوف لكم الصندوق. سد الباب، شوف حتى الكابل مال شحن وياك مثل الموبايل. هاي هنا مكان مال الشحن، وهاي الصندوق مالته، يعني نوعا ما شوية حجمه صغير بس حلوة. يعني سيارة مو كبيرة وبنفس الوقت بصراحة حبيته كلش، يعني عجبني. هاي هنا مال بنزين، وهاي هنا مال الكهرباء. شوف هسه احنا مثل ما تشوفون خليت الكاميرا هيك تطلع، مثلا من ترجع او مثلا من تروح اليسار او على اليمين يطلع الكاميرا. فبصراحه السياره مريحه جدا، وحتى الستيرن مالته كلش مرن، حبيته بصراحه. حتى لون الكشنات حلو. شوف المفتاح مالته، يعني هيك تفتح، تريد تفتح صندوق ليش مفتح؟ ها لازم اضغط عليها. حلو، اكتبونا بالتعليقات شنو رايكم بالتصميم مال السياره والداشبورد مالتها. اذا عندكم افكار بخصوص السيارات مثلا خاصه التويوتا الراف 4 ياهو احلى، هذا لو التويوتا. الفرق اني مثل ما قلت انه هاي الصندوق شوي اصغر منه، بس البقيه انا اشوف يعني هاي احلى، خاصه الداشبورد مالتها التصميم. وتعرفون التويوتا عنده 10 سنوات ضمان، هذا عنده 7. حتى اللون مالتها حلو، شو تقولون؟ طبعا مثل ما شفتوا سويت بها تجربه وسقت شويه، وهسه يمكن شويه ورجعه الى الشركه، السياره بصراحه مو الي. فسياره عجبني كلش بصراحه حلوه، انتم شنو رايكم؟ يعني بصراحه لو عندي فلوس هسه اشتريها، بس الله كريم ان شاء الله بالمستقبل يمكن السنه الجايه اشتريها. فاكيد راح اشتري سياره، بس اكيد على الاقساط، يعني مثلا تدفع كل شهر مثلا 300 400 يعني مبلغ معقول، لانه تعرفون يعني تشتري على الاقساط بسهوله. الحمد لله يعني أنا مو مستعجل، بس راح أشتريها. شوفوا بالنسبة لليوتيوب تعرفون يعني أرباحها يعني 100-150 يورو، يعني أنا أقل طلعة أصرف 100 يورو. فاليوتيوب أنا ما معتمد عليها مثل ما قلت، يعني بالنسبة لي مثل هواية، أحب أصور، أحب حتى لو ما وصلت للهدف بس راح أظل أنشر، لأنه أنا أحب أوثق. يعني شلون أقول لك، راح يصير عندي شريط حياة باليوتيوب، من اكبر بالعمر اشوفها، اولادي يشوفوها، اهلي يشوفوها، يعني شيء حلو. فلهذا السبب اني مستمر، وان شاء الله نطور اكثر، ومن يعرف يمكن اصير مشهور باليوتيوب بعد كم سنه. تعرفون اللي عنده مثلا ملايين المشاهدات اكيد يعني ارباح هوايه، مثلا عندك جو حطاب، عندك مثلا ابن حتوته، هذول يعني كل فيديو ينشروها
يوصل 1,000,000 مشاهدة، فأرباحهم هواية كلش. بس اللي عنده مثلا قناة ما وصل 100,000 ومشاهداته 2,000 3,000، هذا ما يطلع شيء. وممكن تشوف يعني إذا ما تصدق يعني أرباحها يمكن 100 150، أكثر شيء 200. لازم يعني مشاهداتك تكون كلها مثلا فوق 500,000 و200,000 و300,000 ومليون، من هاي النوع من المشاهدات حتى يصير عندك أرباح حلوة. الله كريم، أنا ما معتمد على أرباح اليوتيوب الحمد لله، مكون نفسي واشتغل. صار لي 8 سنوات بعد ما تخرجت اشتغل، واشتريت هذا البيت، انتو شفتوا اشتريت هذا البيت، وهسه ان شاء الله الخطوه الجايه اشتري سياره حلوه. والله كريم، خلي اروح للشركه. شوف يعني بصراحه والله ما اعرف شو اقول لكم، السياره عجبني بس شباب يراد فلوس. يلا نتوكل. شوف ماكو صوت، يعني سيارات جديدة خاصة الهايبريد والكهربائية ماكو صوت، مو مثل الديزل. شوف يطلع الكاميرا شي كلش حلو. هاي رجعت السيارة الى مكانها، شوفوا هاي كيا. طيب المفتاح وروح لبيتك، روح لبيتك. السيارة مو لك. الله كريم، راح اخليه هنا وانطي المفتاح واطلع. ايه شباب، حاليا انا بالشركة مالكية مثل ما تشوفون، راح انطي المفتاح واطلع. طبعا هاي نفس السيارة اللي اخذتها قبل شوية، بس هذا لون اسود. هل نشوف سعرها؟ السيارة تبدأ من 41,869 يورو. طبعا شباب انطوني هاي ورقة، اذا اشتري هاي السيارة راح يكون حقها 40,000 يورو. وإذا طبعا نضيف بعد مواصفات أكثر تصير 43، تصير 45 حسب المواصفات. بس يطول 3 أشهر، يعني هسه ما عدوا مثلا سيارات، عدوا مثلا سيارات بالمعرض، بس هاي بس للشون يعني من واحد يجي يشوف أو يخلي تيست. بس إذا تشتري سيارة لازم تنتظر 3 أشهر وراح يطلبون، وبعدين بعد 3 أشهر تستلم السيارة. فاعطوني معلومات، هسه اعرف ايش قد الاسعار. تقدر تشتريها بالاقساط، تقدر تاخذ عن طريق ليزينج، عندك اكثر من طريقه. وخلينا نشوف شنو راح يصير. اجواء اليوم يعني اليوم بعد الظهر راح يكون مطر، بس راح اوصل للبيت. طبعا بعد ما شفتوا السياره سويت فحص، يعني اجرت السياره وبعدين رجعت. انتوا شفتوا قدرت اخليها اسوي دجاج مشوي على الفحم. الجو حلو، مو باردة، ماكو مطر، ومثل ما تشوفون دجاج على نار هادية. يعطيكم العافية. شوف 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 الصوت، شوف شوف هاي كلها انا راح اكله. انا احب الدجاج على الفحم كلش طيب. هاي اجواء اليوم، جو صراحة كلش حلو. ان شاء الله باكر طالعين تخييم. فوصلنا الى نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك والتحياتي، لانه جوعان خلي اروح اكل. يلا باي.